قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. من السنن الثابتة أن يكون كما يقال لكل موسى فرعون، لكل مصلح، لكل نبي. عندما ندقق في التاريخ نجد أن هناك من المجرمين، من الأعداء، من المناوئين الذين يحاولون بذل كل ما يستطيعون لوقف هذه الرسالة أو هذا المصلح. كل الأنبياء، بعضهم أعدائهم من داخل البيوت بعد. نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، إجوا جماعة طرقوا الباب عليه يبحثون عنه، فخرجت عجوز مدقدقة: أين نبي الله؟ قالت: أي نبي؟ هذا لا هو نبي ولا هو مرسل من قبل الله، هذا مدعي للنبوة، هذا كاذب، هذا كذا كذا، ما خلت شيء إلا قالت: دلينا عليه. دلتهم عليه، قالت: هذا ما عند المزرعة، روحوا إلى في هالمكان. المكان راحوا إلى، قالوا: إلي يا نبي الله، ما القضية؟ طرقنا الباب فخرجت لنا عجوز وقد قالت كذا وكذا. قال: تدرون أنا أدعو الله كل يوم أن يطيل في عمرها، تبقى على قيد الحياة. قالوا: ليش؟ أولا هو نبي من الأنبياء، والأنبياء تصف بالرحمة يعني. أمر آخر هو يقول لهم: أن يكون عدوي من الداخل خير من أن يكون عدوي من الخارج، ما أعرفه، هذا تحت يدي عدوي. فكل الأنبياء، كل المصلحين كانت لهم هاي المناوئون، المناوئين من الأعداء. إذا جينا إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، وهاي الغموض الذي أحاط بحياة الإمام الحسن والظلم الموجود في التاريخ، يعني تقرأ بعض الروايات صاحب قوت القلوب يقول تزوج 300 امرأة في الكوفة، بس في الكوفة 5 سنوات الإمام أو أقل. شلون تزوج؟ هذا خارج عن المعقول أساساً. أنت لو تحسبها، لو يطلق واحدة وتعتد وكل شيء، ما يمدي. ترى تعال يا مولاي، احنا لما نقرا التاريخ من غير اهل البيت موجودين في التاريخ يا مولاي، منهم من تزوج 20 25 ومنصوص عليه في التاريخ من طرق كثيره. اذا جينا الى الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام، ترى كلهم تزوجوا في حدود المعقول في تلك الايام. ترى الامام الحسين يروي التاريخ 6، امير المؤمنين 8، الامام الحسن سلام الله عليه 6 أو 7. يعني التاريخ يشير إلنا أن هؤلاء تزوجوا في حدود المعقول اللي موجودة في ذلك الزمن. فظلم الإمام الحسن ترى من هذا الباب، الله سبحانه وتعالى جعل هذه السنة على كل المصلحين. بس أنت لما تدقق في حياة الإمام الحسن عليه السلام تحديدا تجد أن الظلم مضاعف. أكو عدة جبهات سلطت نيرانها تجاه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني لو تأخذ إليك باب واحد بتعرف كل الأمور. مثلا صلح الإمام عليه السلام اللي يروق للبعض أن يسميه مهادنة وليس صلحا، وترى في اللغة العربية ماكو فرق كبير بين الصلح والمهادنة، لغة ماكو فرق كبير. على أي حال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نقرأ هذا الصلح، أكو 3 روايات، 3 نظريات في صلحه: النظرية الأموية، النظرية العباسية، والنظرية الإمامية. النظرية الأموية على سبيل المثال، وكل الكتب الرسمية تتبنى هذه النظرية تقريبا. هاي النظرية
تقول أن الذي جنح إلى الصلح مو الإمام الحسن عليه السلام، مو الإمام الحسن، هاي النظرية الأموية، اللي جنح إلى الصلح والطرف الآخر. الإمام الحسن رضي بالصلح، وهذه بعد تتبنى حتى نكون منصفين، هاي النظرية تتبنى الحديث اللي موجود عند أهل الجماعة، إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين. يقولون ترى إحنا من هذا الحديث نرى أن الإمام الحسن عليه السلام شارك في هذا الصلح. فأولاً هو مو الطرف الذي بدأ بالصلح. اثنين، الإمام الحسن قبل بأموال طائلة للقبول بالصلح. يعني هذه بين قوسين إيش معناتها؟ يعني باعدين صح لولا؟ ترى هاي النظرية خطيرة للغاية. ترى الإمامة مو منصب دنيوي حتى الإنسان يتخلى عنه أو تتقاعد. طبيب ممكن يتقاعد، مهندس ممكن يتقاعد، مزارع ممكن يتقاعد. الإمامة مو كيف يتخلى عنها، يتخلى عنها بمبلغ من الأموال كما تشير النظرية الأموية، ولا النبي يقدر يتخلى عن نبوته. الأمر بعد الآخر الذي تشير إليه هذه النظرية، يسمون عام الصلح بعام الجماعة، وحد المسلمين. فالنظرية الأولى هي النظرية الأموية، الإمام هو اللي قام بالصلح ولا الذي هو جنح إلى الصلح. استلم أموال طائلة الإمام الحسن، عام الجماعة بفضل الطرف الآخر لأنه الذي بدأ بالصلح. هذه النظرية الأموية، بس ما راح نوقف عندها كثير، لأن أكو عندنا نظرية أخطر منها بكثير على الإمام الحسن سلام الله عليه. ولما تسأل تقول من وين طلعت هاي الترهات على الإمام الحسن، أنه مزواج، أن الإمام الحسن ما عنده شجاعة، أن الإمام الحسن عليه السلام مختلف عن أمير المؤمنين والإمام الحسن، من وين طلعت؟ بقول لك مو من عند الأمويين، مع أنهم يتحملون جزء من المسؤولية، بس لما تقرأ النظرية العباسية تجد أن هؤلاء هم من جنى أكثر على الإمام عليه السلام. هذا شيء عجيب، يعني بن العباس وأولاد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أولاد عمومة، يعني أولاد العباس بن عبد المطلب وأولاد علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، أولاد عمومة. لكن ما الذي دفع بني العباس للتبلي على الإمام الحسن سلام الله عليه؟ صاحب النظرية والوثيقة اللي موجودة في التاريخ هو المنصور العباسي. المنصور العباسي هو ثاني خلفاء بني العباس بعد السفاح. هؤلاء بنو العباس عندما جاءوا إلى الحكم، مثل ما تعرفون كلكم، رفعوا شعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، هذا كانت ذريعتهم. حاولوا يستميلون الإمام الصادق عليه السلام، يستميلون واحد من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الإمام الصادق. الإمام الصادق يعرف الأمور، فرفض الإمام أن يعترف بحكومة بني العباس. قالوا إليه ترى احنا من بايع خليفة. قال لهم الإمام لا. راحوا إلى من؟ راحوا إلى محمد بن عبد الله بن الحسن، اللي هو النفس الزكية، معروف التاريخ بالنفس الزكية. فإجوا إليه، أولاً من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثانياً عنده جانب علمي معروف، هذا الرجل رجل عظيم، فبايعوه بالخلافة. ومن ضمن اللي بايعوه بالخلافة المنصور العباسي، صارت في بيعة، مراسم بيعة إلى محمد بن عبد الله بن الحسن سلام الله عليه، ولد الإمام الحسن، جد يصير الإمام. فبايعوا، فحصلوا الغطاء الشرعي، الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. هذا كجبنا واحد من أولاد رسول الله حتى يكون خليفة على المسلمين. المستضعفون من الشيعة اللي عانوا الويلات من الدولة الأموية كلهم انخرطوا تحت لوائهم، كلهم انتصروا، اجوا الى الحكم. اول ما بداوا شنو بداوا؟ بالانتقام من اولاد الامام الحسن سلام الله عليه. محمد النفس الزكية ما قبل هالامر، عندي بيعة وكلكم بايعتوني،
الآن تنقضون العهود والمواثيق. فبدأ محمد النفس الزكية يشنع في بني العباس بعد، نقضوا بيع هؤلاء، لا أحد يبايعهم، لا أحد يسالمهم. تعرف مثل دولة بني العباس، هذه الدولة الغاشمة، الدولة المستحلة للدماء. الشاعر يقول: والله ما فعلت أمية فيهم معشار ما فعلت بني العباس. يجي شاعر آخر يقول: يا ليت عدل بني مروان عاد لنا، يا ليت جور بني مروان عاد لنا، وليت عدل بني العباس في النار. فبدأ المنصور العباسي ينتقم انتقاما شرسا من أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه، وحتى يقول إن هؤلاء مو مستحقين إلى الخلافة، هؤلاء مو على حق. الأولى أن يشنع بمن؟ بالإمام الحسن عليه السلام. فكتب رسالة، رسالة بذيئة أيها الأحبة المؤمنون والمؤمنات، يعني كلمات بذيئة جدا في الإمام الحسن عليه السلام، يعني حتى تعرف أنت، حتى أقرب الفكرة. يعني أول ما بدأ بهذه الرسالة يقول: وإن الحسن ليس برجل، يقول بهالكلمة هذه، باعدين بأموال، مزواج همه أن يتزوج من النساء وهكذا. فصاحب النظرية الخطيرة على الإمام الحسن سلام الله عليه، والتي انطلق منها المؤرخون في كتابة هاي الترهات يشنعون بالإمام الحسن، هو من؟ المنصور العباسي، وجعفر المنصور. بعد ذلك مثل ما تعرفون انتقم من أولاد الإمام الحسن، بعضهم هدم عليهم السجون. يعني هذا محمد النفس الزكية لما ثار في المدينة، وأخوه أيضا ثار في الكوفة، واحد ثار في البصرة إبراهيم، هذا المنصور يجي إلى بيت محمد النفس الزكية، أخذ والدة، أخذ النساء اللي موجودين كلهم رهائن، حتى يسلم محمد النفس الزكية نفسه، إلى أن قضى عليهم. يعني أقول لك لو تقرأ التاريخ والفرج الأصفهاني وغيره ينقلون روايات وينقلون تفاصيل مروعة جدا فيما فعله بنو العباس في أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه. فهاي بنو العباس. عندنا النظرية الأخيرة، وهي النظرية التي نتبناها نحن أتباع مدرسة أهل البيت، هي النظرية الإمامية. يسألون الإمام الحسن عليه السلام يقول: لماذا صالح؟ قال: علة صلحي هي العلة التي جعلت النبي صلى الله عليه وآله يصالح قريش في الحديبية. وعندنا رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: نتاج هذا الصلح هو أفضل ما حصل للأمة، خير ما طلعت الشمس والقمر، كما موجود في الرواية. فإذا جينا إلى كلام الإمام الحسن عليه السلام يقول: أنا صلحي، علة الصلح هي التي دفعت النبي إلى مصالحة قريش في الحديبية. تعرفون القضية لما النبي صلى الله عليه وآله إجا إلى مكة من المدينة، وصل إلى قريب الحديبية، يعني تقريبا قطعوا 3/4 المسافة إلى حتى قريب يعني وصولهم إلى مكة، فمنعهم قريش من دخول مكة. قال لهم: تعال تقولوا أنتوا حماة البيت، أنتوا اللي تهيئون الأمور إلى الحجيج، فلماذا منعتمونا؟ قالوا: إلى شوف أنت هاي السنة ما تدخل، نسوي وياك صلح تدخل السنة المقبلة. النبي صلى الله عليه وآله قبل الصلح، مع أن موجودين كثيرين من الصحابة ممن رفضوا هذا الصلح، بس النبي لما قبل الصلح أيها الأحبة يريد يبين ترى الإسلام وهذا النبي العظيم مو متعطش إلى الدماء. الإسلام دين السلام ترى يا مولانا، لما يجي إلى واحد أول ما تبدأ وياه تقول لي شنو؟ السلام عليكم. يعني دينك، عرضك، مالك، كلهم في سلم. فأراد يبين النبي صلى الله عليه وآله أن دين الإسلام ليس بدين قائم على الدماء، قائم على السلام، قائم على السلم، ما دام في الإمكان أن ينحو هذه الناحية.
أمر آخر، أنت النبي صلى الله عليه وآله لما صالح قريش في الحديبية، أنتم تقرون التاريخ، الانتشار إلى الدعوة الإسلامية في غضون هذا الصلح صار به توسع، أكو في بنود موقع في هذا الصلح استغلها النبي صلى الله عليه وآله أفضل استغلال. الإمام الحسن عليه السلام مثل الباب يقول العلة اللي خلتني أصالح مثل العلة اللي خلت النبي صلى الله عليه وآله يصالح أيضا، أنني لست بداعية إلى الدماء، مو متعطش إلى الدماء. الإمام الحسن عليه السلام هو الذي جنح إلى الصلح، الإمام الحسن هو الذي كتب اشتراطات الصلح كلها، هو اللي كتب الإمام الحسن عليه السلام. وترى في الفترة الأولى، الفترة اللي ما تم انتهاك هذه المبادئ اللي موجودة في الصلح، استفاد منها الإمام الحسن عليه السلام والشيعة استفادة كبيرة جدا. تعرفون أن من ضمن الشروط ألا يلاحق شيعة أهل البيت، أن يدع الشيعة يصنع الشيعي ما يصنع في عقيدته دون أن تمس هذه العقيدة. ترى في فترة من الزمن فعلا فعلت هذه الشروط اللي موجودة في العهد. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول مثل العلة، صالح الإمام مثل ما تعرفون، صالح الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وكتب شروط الصلح كلها. ونقض هذه الشروط مثل ما فضحت قريش، النبي يقول لهم تقولون أنتم سدنت البيت الحرام تهيئون الطرق، نقض هذا الأمر يفضح الطرف الآخر. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام فضح الطرف الآخر تماما. ترى الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام بين إلى الأمة، تعال أنتم تمشون وراء من؟ تمشون وراء إمام مصلح؟ تمشون وراء إمام يلتزم بكل العهود والمواثيق؟ ترى حتى الإمام الحسين عليه السلام ترى التزم بالعهود والمواثيق اللي كانت في صلح الإمام الحسن. إجوا إليه بعد استشهاد الإمام الحسن، قالوا إليه يا ابن رسول الله كلنا سيوف مسلولة إليك. قال إلهم الإمام الحسين عليه السلام ما دام الصلح قائما والشروط لا زالت قائمة أنا ألتزم بشروط أخي الإمام الحسن سلام الله عليه. رجع إلى المدينة لأبي وأمي مكسور القلب. عرفون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وما جرى عليه عندما دخلوا عليه الخيمة ونهبوا كل ما في الخيمة حتى المصلى اللي كان عليه الإمام الحسن عليه السلام. جهل جهل هذه الأمة جهل، وطعنوه تلك الطعنة التي كادت أن تودي بحياته، خنجر وصل إلى العظم تقول الرواية، إلا أنه لم يكن مسموما. فرجع الإمام عليه السلام من المدائن إلى المدينة، وعاش هالمعاناة بين جهلة الأمة. يمر على واحد يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين، يقول أنت ذليت المؤمنين. طأطأ برأسه بأبي وأمي، طأطأ برأسه، ملاذ الخائفين هو الإمام الحسن، ملاذ الخائفين، كريم أهل البيت، يعيش هذا الألم. النبي يقول سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول ألا أخبركم بخير الناس أما وأبا وجدا وجدة وعما وعم وخالا وخالة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة وجدهما محمد صلى الله عليه وآله وجدتهما خديجة. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يبين إلى الأمة فضل الإمام الحسن عليه السلام، خير من في الوجود بعد جده وأبيه وأمه هو الإمام الحسن عليه السلام، هو الإمام الحسن بأبي وأمه. اللي هذا اليوم نعيش مأساة فراق بأبي وأمي، يكسر الخاطر أبو محمد، يعني الإنسان وين يكون آمن يا مؤمن؟ أمان الإنسان في وين؟ في بيته.
السكن، السكن إلك وين؟ عند زوجتك، عند أولادك، في بيتك. تشوف الإنسان يشعر بالأمان في بيته إلا الإمام الحسن عليه السلام. جعد كانت تحيك المؤامرات لأن تغتال أبي محمد بعد أن حصلت على هالعهود والمواثيق الواهية. فعلا يا شيعة كان إمامكم صائم بأبي وأمي، يحب الإمام تقول روايات أن يفطر على اللبن، فوضع ذلك السم النقيع في اللبن. تشوف الصائم المعدة الخاوية إذا أكلت أذيك تحس بيها أنت أول ما يدخل إلى البطن، أكلة مؤذية يستشعر الإنسان الأذى، فكيف بأول ما يفطر على سم النقيع؟ أول ما يدخل إلى جوف السم يقطع أمعاءه. فتناول من ذلك اللبن شيئا يسير، فوجد من فيه إلى سرته من يقطعه بالسكاكين أو يجرحه بالمواسي. أخذ يجود بنفسه بأبي وأمي، صار على فراش الموت يتقلب يمينا وشمالا، فتح عينه قال وين أخويا؟ وين أبو علي؟ نادوا إلي أبو علي. إجا الرسول إلى الإمام الحسين يقول لي قوم لحق على أخوك يا أبو علي قوم، لقد جرعوه ذلك السم النقيع. أنا ما أدريش حالة أبو علي عندما جاء إلى أخيه الحسن ووجده مسجن على فراش الموت يخشى عليه ويفيق.